استهداف منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء سوف يؤدي إلى الفوضى، سوف يؤدي إلى إنشاء فراغ أمني، فراغ اقتصادي، فراغ خدمي، فراغ في كل شيء، وهذا يؤثر على الواقع السياسي للعملية السياسية. استهداف الكاظمي سيسبب مشاكل بين الأحزاب السياسية وسيؤخر حتى من تشكيل عملية الحكومة المقبلة. نرفض بشدة ونستنكر استهداف منزل رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي. هذه الهجمة وهذا الاعتداء يزحزح أمن واستقرار العراق، فإحنا كشعب عراقي نرفض هذا الاعتداء رفض تام.